يعرف انك ما تقدر تسوي شيء. هو خلني اضربكم اول بعدين ابعد. قلت لك هو يعرف، ما قلت لك ان انا اعرف. المشكله ما رد عليه لاني ما فهم عليه. شت شت الشت صدمني والله، كنت اشرب ماي طاحت المطاره. شتك والله صرعني والله ديم صراحه استسلم في الجيم من اتفاهم. كبر بتقول لا ما في جد، هذه كنت مسخره قبل شيء بس انت وصلت امور لهيك يعني. ايش تقول يا اخي؟ والله ما في عليك يا اخي، والله يقول لك انت وصلت لهذه المرحله فانت تحمل النتيجه. والله ما بدخل مع محمد الا لو انت موجود فهد عشان قدمت. انا لازم اروح افصل، اروح اخذ لي حصه لغه عربيه كل اسبوع عشان اعرف كيف اتكلم عربي كل اسبوع. صدق محمد، شو صدق محمد حصتين كل يوم. والله نعم نعم يات في الجو والله. محمد انا ما بقول لك، انا ما بطنز عليك عادي، ولا كان دمعتي قاعد تنزل بعدي، ولا كان الدمعه قاعد تنزل اصلا. امور طيبه متر الجناح مالي سترايكر سرعته 76 بعد. يا ساتر محمد، انا بقول لك شيء بس يا ريت ما تزعمني. تفضل زعلني خلاص في سبعه. اكيد صراحه انت ما تتكلم عربي، تتكلم سيلاني كوتي. نعم خلاص انا بروح اكلم سيد عبد الرحمن. ولا هذا منو هذا صحيح يطلق مدافع مدافع. يا ساتر والله ما شفت فين بيت صراحه انا، مو مشكلتي. يا تشوت قبل مشكله من بعيد فال جزء ما اعرف، يوم تشوت من بعيد ما يشوت بقوه هالاند غير صاحب السرعات. يلا قف سير ولا انت وهالاند لا شقيتنا من هناك الانجلي بس سلمان ما تعرفه افا اوه شق الشبك. ما مسك الشبك حتى. اقول شقه يعني من قوه الشوطه. يا كانتي ليش ما عزفون محمد الصعيدي؟ غبي اصلا ليش ما عزفون زين؟ تيمو فيرنر، تيمو فيرنر من جديد حركت الحرف ما صدق. يفتح المباراة على كل الاحتمالات. يا قاندو سوي الاحتفال يا اخي، يا تمتي بخرا يا اخي صراحك عمره يا انا ما اشر عليه حتى. يا اخي ما يا اخي الاحتفاليه اصلا هذا قول ما يدرس حتى توالك في ثواني يا ري. الله قال في البوكس قال قلت هذا خلاص هذا قلت اسك هذا قطيعه هذا في 50 واحد غير هذا ده. الكره بتضيع من عثمان بس ما في واحد يخوفني مثل هو. تذكر فيفا 20 يخوفني بس هذا اللي يخوفني سيزن تذكر. وصلت الى جوريتسكا حد انا جو بس مش ما راح يتشو كان يسوي جوريتسكا والشيخ طلع على 100 والله عادي انا بعد ما اذكر. انا ما اذكرها كان عندي ما كان عايبنا اصلا. ايوه بس بدايه كان تيمام تيمام بدأت ووووو حكم دخل في الجول. حكم دخل في الجول شو نطحتني نطحة نطحت الحصة دخل والله ما يقول شو حكم يا دخل في الجول. الو مال كف ما يتصل ليش يارب لي خلنا نشوف ياعد يا ساتر ما يقول أمف جواو فيليكس هذا منو؟ وتنتقل للفريق الاخر من صاحب؟ لا جذبته زرقاء من هذا؟ الستير حاطنا الجناح. ما عندي جناح يا ابوي ما عندي فلوس. شوف هذا الستي؟ الستي سترايكر قول سترايكر حاطنا جناح بيرسل الكرة والله معقد الامور. ضاعت الكرة ضاعت
امام المرمى، البحث ما زال مستمر في التعادل في هذه. يا اخي شو اسوي لو تجي اتكلم يا اخي؟ لن يهدأوا حتى يسجلوا في هذه. هو شو قاعد اسوي؟ اتكلم عدل الكره الان مع الفريق الخصم. قاعد اتكلم في الغبي يعني. لا حول يعني ولا قوه الا بالله. يعني لازم دور ناس. فاران دزه قد امه. ارفع خشك الكره ثانيه شوف. قال انا فاران دزه على طول رد لها من بوحده. بس ما شل الكوره عنه. شليتها بعدين. لا ما تفيك تشيلها عرفت؟ كنت باخذ هيك بس. محمد صلاح. كانتي. حتى الاربي سوى السي بي يعني. يا اخي حتى بنيادر تيم اوف ذا ويك ما يبغى ينزل. وضعيه اختلفت، اصبح الفريق مستحوذ واصبح بنيادر مسيطر على الكره. يا ريت تمام ما بينزل. يا ساتر والله 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 ولا حرف ولا حرف تسمعني. هدف التعادل من جديد. شكله سوى شيء فظيع. انا بطل شيء بالحق فهد. تعديل الكفه، التعادل الايجابي 1-1. الو شو قاعد تقول انت؟ اقول بطل شاف حق شاف لي حق فهد. بطل انا سوني فور انت. اي اقول لك بطل له عشان تجي. قول خرا. ما عيبك القول صح؟ قول 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 لا قول ما عيبك القول. اكيد ما عيبك. لا والله عيبني. بس غش. ما في غش. لعبتك الاغبية. هلا فاران راح صوب الثاني فندق حق قومز حق سياري. فاران ما كان موجود اصلا. فاران كان موجود. وكانتي كان قدامه نزل زايد ما بيوصل قصير يا ريال. يا حمار ذا جوميز مو بفاران. والله؟ ايوه. والله نسيت الويه يا ريال. بس انه واحد من دفاعك كان هناك. الويه. اهو. ما في ريح يا ابوي. عفوا ليش؟ بتروح عند جوريتسكا. انت قلت لي سوي افتح شرفي وطلعت انا برا. ما عندك روح رياضية. كرة تصل لجوريتسكا. تدخل في هذه اللحظات. انا عن نفسي انا ما عندي روح رياضيه معاك بس اهلا هني محمد صلاح محمد صلاح ايوه ماني شو صار الو روح ماني روح يا اخي لحظه من جاب الجول الاول عند محمد هذا هلا فيها تغيره المدفع المدفع النرويجي هاي النرويجي ايش الشوت هذا يا ساتر وين ترشتق النار قبل شو قصدك شو الشوت شو قصدك قصدي يعني قصدي ما فاهم شو قصدك كل خراب انا عن نفسي هاي محمد قبل فلوس صراحه ما عندي جناح تيمو فيرنر هالاند بول باب نو ضغط جيد لاستعادة الكرة أهلا ميود أهلا سنجاب ها صوالك أهلا فريق سنجاب سوى المقص قطعوا جواو فيليكس محاولة هجومية يبدأها فريق ووندررز كان بالامكان احسن من مكان الكره بتتخلص اذا دقيقه واحده يحتسبها حكم المباراه كوقت بدل ضايع ماركوس يورينتي التمريره السيئه والان فقدان الكره شو ها شو الباص الفيني غلطي لا انت صدق يبارك شوته من هنا تدخل حارسك انت والكوره خمسة واربعين شوف ملعب مشمس انطلاقة لشوط المباراة الثانية كانتي كرة تصل لنقولو كانتي كانتي تيمو فيرنر كفر الجناح كفر الجناح الجناح بريالين ساديو ماني ملعوبة إلى ساديو ماني كرة لساديو فيها خطوة ماني تشتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة ألو ليش طحتي ايه كسرت انا مهم لفريقه
كان هدف التقدم في الشوط الاول، معنوياته مرتفعه الان، سيحاول ان يضيف المزيد في الشوط الثاني. لينجلي 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 يلا اوكي خلينا نشوف لينجلي خلينا نشوف كراستر مان حبيبي يلا ممكن الفريق يستغل الوضعيه بالحاوي يعني انا بغطلته بس صراحه كنت ابغى ينطحك بس ممكن تشكل خطوره كان ممكن يلعب كره مرتده بشكل افضل انا حاط صعبه في الفريق سوي لعب مقطوعه اقول انا حاط صعبه في الفريق يستعيد الكره باداء دفاع قوي جدا تيمو فيرنر سلويد ريل حبيبي يدخل الان في منطقة الجزاء الحكم يقر بشرعيته بيخلصها في هذه اللقطة يلا بول يا ساتر والله تنسى قال يلا اخر 3 متر ورا فيليكس جواو فيليكس بول 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 كيف دخلها بشي ما ادري فاران مالي يا ريال صح صح قلت مالي يا اخي ما قلت لك قلت صح صح ما قلت لك شيء ما قلت لك شيء لا انت قلتها بطريقه خالص صح صح كان يعني ما بريء انا ما كنت ادري انك تفهمني انا ما فهمت اي كيف فهمتني لحظه غضب لا مو مشكلتي عاد انا يمكن صح صح غز اوه يا شاتر شاتر والله سفينه دخول سفينه والله اوه فلك كانتي كفو كفو ناقلو ناقلو كانتي بول بوكبا كب بول باب انقلو انقلو كانتي بتروح الى جواب فيليكس ما في شوف المطبة شوف المطبة يا شاطر بالمخفوط بالمخفوط شو يا ريال ها شو محمد الو خلاص تضرب عادي جبت مذويك انا ما عليك في ارضيه الملعب دقه كبيره في التمرير والله لما جبت مذويك نفهم والله تيمو فيرنر بينيه تضرب روح تيمو فيرنر فيرنر يا ساتر انت متاكد قاعد تطالعهم والله طالعهم هم شكلك قاعد اشجعك انت بغى انت قاعد اشجعك انت ايه تتون ما تستين فرنا وتعاد لأن ميوز كان يركض وفرنا أربعة ماما كانتي يا سلام سلم يا سلام يا سلام أهم شيء نتيجة لصالح ميود نعم ها؟ شوف يعني واضح محمد ايش الفلسفة انا يا ساتر يا ساتر جو فيليكس الو يلا اخطف هناك لورنجي يعني يلا حاضرين يلا انتوا الاثنين ركضوا اربع اركض عشان ما تطفني يلا يلا ما انا فعل اماني يلا 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 يا ولد كيف صار خربيت شت يلا منك بول كيف دزني انا في الهواء بعد حبيبي هذا بول باب كونتي مثلا النوب كونتي مالي مالي تشابه الوان ايها العنصري ما قلت عنصري يا اخي قلت مالي انت قلت ايها العنصري كرة بتتخلص برافو للمدافع في التغطية تشابه الوان يعني ايش دراك يا اخي يمكن قصدي انا بنفس الدوري يلعبون اليسون عطى النظرة دين شفت الاحتفالية البيض مال هولند اللي تضغط اكس ها ما سويت له اياها نسيته والله نتيجة تشير الى التعادل ها يقعد على ارض مثل مو ايوه يقعد استغفر الله يوجا يوجا سلم يا طيب الو وات ذا فوك مال حرام والله الحرام وات ذا فوك حرام كانت تسلل ما بتسلل تسلل صدقني تسلل ما بتسلل شوف فار انتوا الاثنين ايوه فار انا قاعد اطالعك شوف اوكي اوكي
حتى الفار مو قادر يشوفها ما عنده كذب كذب ولا حرف يا نور ولا حرف والله رزقها ولا حرف شت حبيبي على كل الدبل هذا ما في شيء احلى من الشرف هذا الجول الدبل يشيل شرفك يا حبيبي يلا ولا حرف ما شرف بعد اليوم لا 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 بس في جول احلى عندنا ما في انت جيب سكورفين عفاك الله على الفريق المستضيف سكورفين هذا دبل يا حبيبي دبل اقوى تسبح وانا سكورفين عجيبك والله السكورفين اصعب انا ما اركب قلت لك احلى انا قلت احلى ما قلت اصعب زين الاصعب يكون احلى قطع ممتاز في وسط الملعب سكوربين خرا عمشي كيف فرخنا نفات عبا ما يتفرخ معنا انا ما احد صرخت انا فرخنا يا فرخنا يا اوي فرخنا انا عاصم ميت قال اوف شت ما توقعت محمد يا برمان طدادة على انا كنت اتدرب على فهد اصلا انا فهد تذكر كم مرة كنت احاولي معي قدام اليوم ثلاث مرات والله هانك يا ريال قاعد كان ما عندك مستوى يا ريال لا ما والله انا كل والله حتى الرايفز اسوي الحياة صعبة يا ميود الحياة تتطلب المعاناة يعني عميد حتى في الرايفز اسوي والله حرام ما في والله يا ريال اول كنت سخين شو فيكم ما في